الكتريكال انتيبيشن. خدت مثلثين قبل كده، خدت الالكتريكال انتنستي، وكان بيقول ان هو كوانتيتي اوف تشارج ديفايد التايم، واخدت كمان الالكتريك ديفرنت بوتنشال، وكانت اليونت بتاعته فولت، وكان بيساوي الورك اوفر الدنستي، كوانتيتي اوف ده تشارج سوري. النهارده ان شاء الله هاخد الالكتريكال ريستنس. الالكتريكال ريستنس هي المقاومه، هي الاوبوسايد فورس اللي هتواجه الالكتريكال انتنستي من خلال الواير. تاني يا شباب، الكتريكال ريستنس هي الأوبوسايد. تاني يا شباب، الكتريكال ريسبونس هي الاوبوسايد ذات الكتريك كارنت فيسز ديورينج ذا باثينج ثرو ا كوندكتور. هي المقاومه اللي هتقابلني لما اجي امشي الكتريكال كارنت معايا في واير. وقلنا ان الالكتريكال ريسبونس دي بقيسها بيونت اسمها اوم، والجهاز بتاعي اسمه اوميتر، وده طبعا للاثبات للعالم اللي اكتشفها. قال لي انا عندي الريسبونس دي بقى نوعين، يا نوع فيكسد كونستنت يعني ثابت، يا اما نوع ريوستاتا وده المتغير، يعني ده بايدي ان انا اغير قيمه الريستنس بتاعتي. يبقى تاني الريستنس عندي نوعين، لما اجي بحطها في الالكتريكال سيركت يا اما بحطها فيكسد ثابته قيمتها كونستنت على طول، يا اما بحطها ريوستاتا وده هيغير لي قيمه الريستنس معايا. فقال لي انا هعمل اكسبيرمنت لطيفه كده على الريوستاتا معايا. فقال لي ان انا لقيت كل ما بزود اللينس، كل ما بزود اللينس بتاع الواير كل ما الالكتريستي عندي هتقل. تاني كل ما بزود اللينس بتاع الواير كل ما الريستنس عندي هتزيد، فالكرنت هيقل. مين يا ولاد لما يكون عندنا هيفي ماشين زي مثلا الفريج الووشنج ماشين ينفع احط الفيشه بتاعتها مش في السورس بتاع الكهرباء على طول واجيب لها وصله او مشترك؟ ينفع؟ نعم يا مس، ينفع يكون عندنا جهاز تقيل، جهاز بيستخدم كهرباء كبيرة زي مثلا الواشنج ماشين، التلاجة، وأقول إن أنا هستخدم له الوصلة من الوصلات زي بتاعة الشاحن مثلا أو مشترك أقول هحطه فيه؟ لا لا. ليه؟ عشان المشترك ده هيفرقع، عشان انا كل ما هجيب مشترك او كل ما هجيب وصله الالكتريستي في الوصله غير السورس نفسه. السورس نفسه الفيشه نفسها اللي موجوده في الحيطه الالكتريكال كارنت اللي فيها بيكون اعلى من اللي موجود في المشترك او الوصله بتاعتي، عشان كل ما هزود الطول بتاع الواير اللي انا بستخدمه كل ما الريستنس عندي بتاعت المقاومه بتاعت الكارنت انتناس بتاعت الكهرباء هتزيد، فطبيعي ان الكارنت هتقل. صح؟ تاني البوينت دي، تاني الريوستات عندي كل ما هزود الواير كل ما هزود السلك بتاعي او طول السلك بتاعي الريستنس هتزيد، ولما الريستنس هتزيد هلاقي ان الكرنت او الكتريكال كرنت ده قل. يبقى انا عشان اقدر اتحكم في الالكتريكال كارنت انتنستي بحط ريوستاتا. يبقى ايه فايده الريستنس او ايه فايده الريوستاتا؟ ان انا بقدر اتحكم في الالكتريكال كارنت انتنستي، وكمان بقدر اتحكم في الالكتريكال ديفرنت بوتنشال. بقدر اتحكم في الاثنين عن طريق ايه؟ عن طريق طول الواير، اللينس بتاع الواير.
كل ما هعمل انكريز لللينس بتاع الواير، كل ما هعمل انكريز اهو ادي اللينس اوف واير وادي الريوستات. كل ما هعمل انكريز لللينس اوف ذا واير الريوستات عندي هتزيد، فالريليشن اللي ما بين الريستنس واللينس اوف ذا واير دي دايركت بروبورشن، بس الريليشن اللي ما بين الار وما بين الفي او الاي هي انفرسلي بروبورشن. يعني لو الريستنس زاد، لو الريستنس زاد الكرنت انتنسيتي هتقل. اي حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ أنا ما فهمتش إيه بس البريكس اللي هي النوع الأول. تاني، انا الريستاتا او الريستنس عندي دي المقاومه، دي اللي بتقابل الكرنت او الكتريكال كرنت وهو ماشي خلال الواير. الريستنس دي نوعين عندي بستخدمها في الالكتريكال كارنت عن طريق نوعين، يا اما فيكسد ريوستاتا يعني كونستانت قيمتها ثابته على طول، يا اما متغيره بغير القيمه بتاعتها، ودي لما بغير القيمه بتاعتها بسميها ريوستاتا. طيب لقيت ان انا كل ما اغير او كل ما ازود طول اللينس بتاعي، اللينس بتاع الواير السلك، كل ما ازود الطول بتاع السلك بتاعي كل ما الريستنت هتزيد عشان هيقابل سلك اطول فمقاومه اكبر. طيب لما الريستنت هتزيد الكرنت انتنستي هتقل، وكمان الالكتريكال ديفرنت بوتنشن هتقل. تاني يا شباب، تاني افتكروها بايه؟ افتكروها لما انا اكون عايزه احط هيفي ماشين، آلة تقيلة مثلا زي الواشنج ديش ووشر، فأنا بحط الفيشة بتاعتها دايركت في السورس بتاع الإلكتريستي، ما ينفعش أقوم جايبة مشترك أو واصلة تمام وأقول لا ده أنا هنقل الفيشة بتاعتها من هنا لهنا وأحطها في الوصلة. هتلاقي إن الوصلة بتاعتك ساعات تفرقع، ساعات تبوظ، ساعات الفولت بتاعها يكون عالي، الجهاز نفسه ما يشتغلش عشان بيبقى محتاج الكتريستي او الكتريكال انتنستي اعلى من اللي موجود في الوصله. طب يا تيشر هي الوصله عملت ايه؟ ده انا خدت بس الالكتريستي اللي موجود في السورس نقلته في الوصله. قال لي لا، ما انت لما الالكتريستي اللي موجود في السورس تنقله في الوصله او في الكبر واير ده، كل ما زودت الكبر واير كل ما عندك الريستنت زادت، المقاومه زادت، والالكتريكال انتنستي والالكتريكال ديفرنت بوتنشن قل. خلاص يا شباب، تمام يا مس. ماشي. افتكروها برضو بالواي فاي، لما احنا كنا قاعدين في البيت اللي قاعد جنب الواي فاي بالظبط ده بيبقى عنده الواي فاي عالي جدا والسرعة بتاعته لذيذة. كل ما هتبعد عن الواي فاي كل ما السرعة بتاعتك هتقل، صح؟ والإنترنت بتاعتك هيبدأ القيمة بتاعته تقل. تمام؟ نعم. طيب تعالى هنا، بيقول لي we study sliding resistor as a fixed resistance if the conduction of the electrical circuit is through the two conducting nonces A and B. هو عمل بقى الاكسبيرمنت دي، جاب A و B وهي دي اللي هيغير لي بيها الكبر واير اللي هو فوق، هيفضل ياخد قيمات للكبر واير عشان بعد كده يعرف ان الالكتريكال، ان انا عشان اقدر اتحكم في الالكتريكال انتنستي وكمان الالكتريكال ديفرنت بوتنشال بستخدم الريستات. طيب الريستات اللي عندي، انا قلت ان الريستنس عندي بتاعت الكوندكتور بتزيد لما اللينس بتاع الواير بيزيد، كل ما اللينس بتاع الواير هيزيد كل ما الريستات عندي هتزيد. نيجي بعد كده الايديا بتاعت الاوبريشن،
فwe can control the value of rheostata by controlling the length of the metallic wire coil that the inter electrical circuit بالشكل ده. By the sliding flexible copper sheath in the metallic wire coil, the length of the metallic wire coil will change, thus the value of rheostata will change and then current intensity will change also. يبقى المورال او السامري عندي بقى هنا ايه؟ ان if we increase the length of the metallic wire coil اللي هيحصل لو انا زودت اللينز الريستنس عندي هيحصل لها increase والcurrent intensity هيحصل له decrease. تمام؟ وده بسميه ال variable rheostata او ال sliding rheostata. يبقى انا تاني يا ولاد انا عندي ال variable او ال sliding rheostata is a resistance that you can change the value and the order adjust the value of the current intensity and the potential difference in different power circuit. يبقى انا الريستات دي هقدر اغير بيها الريستنس اللي بالتبعيه هتغير لي الالكتريكال انتنستي وكمان الفولتميتر او الالكتريكال ديفرنت بوتنشال. انا كده اخدت ثلاث حاجات، اخدت البوتنشال ديفرنت اليونت بتاعتها فولت والجهاز بتاعها فولتاميتر، اخدت الكرنت انتنستي الجهاز بتاعها كان اسمه اميتر واليونت بتاعتي امبير، واخدت الريستنس كان اليونت بتاعتي اسمها اوم والجهاز بتاعي اسمه اوميتر. طيب الرمز بتاع اللي ريست معايا او الريستنس هو هتلاقيه شرط بالشكل ده، ده الفيكسد. طيب يا تيتشر الريوستاتا او الفاريابل او التشينج ريوستاتا، هتلاقي ان هو حاطط لك سهم كده، ده معناه ان انا بغير الواير او بغير طول اللينس بتاعي من الريستنس. تمام. طيب نيجي بعد كده ان انا عندي قانون مهم اسمه قانون اوم. اوم ده زي ما انا قلت ان هو عالم الماني وده عالم فيزيكس، جاب لي قانون قال لي والله انا هعمل سيركت، هعمل الكتريكال سيركت واحط فيه فولتاميتر واحط فيه اميتر واحط فيه ريوستاتا وعايزه اخد قرايات. تمام؟ عايزين ناخد قرايات، فقال لي والله انا اخدت، نعم. لقى حاجه غريبه قوي. لقى ان انا كل ما اخد قرايه فولتاميتر واخد قرايه اميتر وازود الالكتريكال كارنت فتغير لي الفولتاميتر والاميتر، ونفس الموضوع اخدت قرايات للفولتاميتر والاميتر اكتر من مره، لأن القيمة اللي أنا بعمل بيها ديفايد للفولتميتر على الأميتر دي قيمة ثابتة. يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي إلكتريكال كارنت بالشكل ده، دخلت كارنت انتنستي وخدت قراية A و V، وبعدين تاني مرة زودت الكارنت انتنستي وخدت قراية A و V، وتالت مرة ورابع مرة، لقيت إن أنا لما قسمتهم على بعض أنا طلع لي قيمة ثابتة، طلع لي كلهم ما فيش حاجة فيهم اتغيرت، ال V over ال I طلع كله ثابت. تاني ال V over ال I طلع لي كله 10، مهما انا ازود طلع لي كله ثابت. وده نتيجة ايه؟ قال لي نتيجة ان انا كده ان ال V بيتناسب direct proportion مع ال I. طب يا تيشر لو انت عايزة تشيلي ال direct proportion قال لي لازم تحطي constant، ال constant بقى هو اللي طلع لي. طب يا تيشر هو ال constant اللي طلع لك ده عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن ال resistance، يعني ال V بتساوي ريستنس باي اي. يبقى الريستنس لوحدها، الريستنس لوحدها لو انا عايزاها هقول ان هي في على اي، وده سميته قانون اوم. تاني
ده سميته قانون اوم. It is the electrical current intensity passing through a conductor. Electrical current intensity اهو passing through a conductor is direct proportion with the different potential in the wire and the constant طبعا temperature. يبقى تاني قانون اوم، اومز لو بيقول ان الالكتريك كارنت انتنستي دايركت بروبورشن مع الديفرنت بوتنشن. طيب الالكتريكال ريستات اوف ذا كوندكتور ده معناه ايه يا تيتشر في الديفينيشن؟ قال لي اتس ريتيو، النسبه اللي ما بين ايه؟ ما بين الالكتريكال ديفرنت بوتنشن تمام وما بين الكارنت انتنستي باثنج ثرو ات. حلو الكلام. يبقى تالت مثلث هاخده معايا هو المثلث بتاع الريستنس اللي بيساوي البي اوفر اي، ولازم ان انا اعرف ان مش قانون اوم هو نعم هو دلوقتي ازاي ان ال resistance direct مع ال potential difference مش في الحتة بتاعت ال length of electric wire، كانت ال resistance direct مع ال length of wire، ولما ال length of wire كان بيزيد كانت ال intensity وال الريستنس potential difference وال بتقل، يعني المفروض ال resistance inverse مع ال القانون بقى المرة دي هي مش الـ R direct proportion ولا مع الـ V ولا مع الـ I. تاني دلوقتي أنا عندي بس الـ انا مش R حضرتك الريستنس، مستعجل ان هم دايركت. أنا قلت إن الـ V الـ different potential هي اللي دايركت مع الـ intensity. اوكي تمام. اما الريستاتا الريستنس اما جيت اجيب القيمه بتاعتها لقيت القيمه بتاعتها ثابته، لقيت كل ما هزود الانتنستي والفولتاميتر بزود الاثنين مع بعض، فبالتالي الريستنس معايا ثابته، القيمه بتاعت القسمه بتاعتهم ثابته تمام. يعني اول قرايه للفولتاميتر يا اولاد اخدتها 2، واخدت في نفس الوقت قرايه الاميتر اخدتها 0.2، وبعدين زودت الكارنت انتنستي لقيت ان قرايه الفولتاميتر بقى 4 وقرايه الاميتر بقى 0.4، وبعدين زودت تاني بقى 6 و0.6 بقى 8 0.8 بقى 10 وبقى 1. لو عملت ديفايد لدول مع القيمه اللي تحتها اللي انا خدتها هلاقي ان الريستنت عندي ثابته تمام. وده سؤال هيسالني عليه، هيقول لي لو انا عندي increase the potential difference between two terminal to the double is the value at the constant temperature constant electrical current intensity. لو زودت ال V بتاعتي قيمتها للدبل، ال intensity ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد للدبل برضه. طب ال resistance؟ لا ال resistance constant، ال resistance ثابت. اوكي تمام. تمام. طيب تعال نكمل بقيه الديفينيشن. انا قلت الريستنس عندي بتاعت النهارده بقيسها بيونت اسمها اوم، وده هيجي يقول لي ثواني امسح بقى اللي على البورد ده، بيقول لي مش فيرنج يونت اوف ذا ار هي اوم، وطبعا البوتنشال ديفرنت هي فولت والكرنت انتنستي هي امبير. فلو قلت ان انا عندي ال 1 اوم بيساوي 1 فولت على 1 امبير ده معناه ايه؟ أو what's mean by resistance of the conductor is 25 ohm. ده معناه إن الريشيو ما بين electrical different potential تمام وكمان ال current intensity بيساوي 25 ohm. يعني إيه ohm أصلا؟ ال ohm دي أنا واحدة بقيس بيها إيه من القانون؟ بقيس بيها ال resistance، يبقى it is the resistance of the conductor which all passing electrical current intensity 1 ampere. إن 1 ampere ومعايا إيه تاني؟ ال different potential هيبقى 1 فولت برضه. طيب الامبير، الامبير انا هنا ممكن اقول هو الكرنت انتنستي، الكرنت انتنستي باثنج ثرو اللي بيمشي فين؟ اللي بيمشي في ريستنس في مقاومه، المقاومه دي قيمتها 1 اوم، والديفرنت بوتنشال معايا قيمته 1 فولت. طيب لو عايز الفولت قال له والله لا ده كده بقى ده البوتنشال ديفرنت اكروس تو تيرمينال كوندكتور هوز ريستنس از 1 اوم اند وين كرنت انتنستي باثنج ثرو ات از 1 امبير. خلاص يا شباب. طيب لما بيجي بيقول لي هنا what's happened burning of fixed resistance on electrical circuit concerning the reading of ammeter تمام concept the electrical series and that the voltmeter connect to the barrel. ايه اللي هيحصل لما الريوستات عندي تتحرق لقرايه الاميتر وقرايه الفولتميتر؟ قال لي قرايه الاميتر هتبقى زيرو. مين يقول لي ليه؟ معايا ريوستاتا اهو فين؟ عايزه بس اجيب لكم السيركل الموجود فيه ريوستاتا اهو الشكل ده بالظبط.
الريوستات، بس هنا ما فيش مثلا الريوستات، الريوستات عندي اتحرقت. فقال لي ان الاميتر هيقرا زيرو، ليه قرا زيرو؟ والفولتاميتر هيجيب قيمه، يعني هلاقي ان جهاز الفولتاميتر شغال عادي هيجيب قيمه، اما جهاز الاميتر هو هيجيب زيرو، ليه بقى؟ كنت يا بس الاتنين شغالين لان ما فيش ريزيستنس. لا في حاجه كده فكره صغنونه، عايزه اشوف ممكن الناس يعني اللي عشان الطريق ما بينهم اتقفل بالظبط، الفولتميتر عشان والفولتميتر. لما انا بوظت الريوستات عندي، فالجزء ده ما بقاش يوصل الكتريستي، يعني الكتريستي ما تيجي تمشي مثلا هتمشي كده كده وتيجي تقف هنا، هي مش هتلف وتعمل كلوز سيركل، كده هيبقى اوبن سيركل. فالاوبن سيركل عندي اكيد مش هيبقى فيه كارنت انتنستي، مش هيبقى فيه كهرباء مره، هو السلك المقطوع بيمرر كهرباء؟ لا لا تمام. طب يا تيشر والفولتاميتر اشتغل ليه؟ قال لي عشان عادي الفولتاميتر بيشتغل في الاوبن سيركل وكمان في الكلوزد سيركل. والله لو كلوزد سيركل هيقيس لي ايه؟ الالكتريكال ديفرنت بوتنشال، ولو في الاوبن سيركل هيقيس لي الفورس، الالكتروموتيف فورس بتاعت البتري. ماشي عائشه مجمعه معايا ولا عادي؟ قلت ايه سريعا من الاول؟ انا النهارده يا عائشه باخد الريستاتا او باخد الريستنت، الريستنس دي هي المقاومه، اي حاجه في الحياه حواليا ليها ريستنس، ليها مقاومه. الكتاب اللي انا حاطه على المكتب قدامي ده ريستنس للهواء، تمام. انا وانا نفسي وانا ماشيه ليا ريستنس للويند، للرياح او للهواء، اي حاجه حواليا ليها ريستنس. فقال لي ايه؟ قال لي والله لو انا جيت امرر الكتريكال كارنت في واير، هيبقى الواير ده فيه ريستنس زي الطريق اللي انا بمشي عليه بالعربيه، هتلاقي وانت ماشي على العربيه في مطبات، المطبات دي بتعمل ايه؟ قال لي المفروض انك وانت ماشي عليها هتقلل السبيد بتاعتك، وكل ما المطب بتاعك عالي كل ما السبيد بتاعك هيقل اكتر، صح؟ يبقى كل ما ايوه الريستنس هتكبر كل ما الفلاسي عندك هتقل. نفس الموضوع عندي هنا بقى في الالكتريكال كارنت، كل ما اللينس بتاع الواير السلك بتاعي هيطول اكتر الريستنت هتزيد، فبالتالي الكارنت انتنستي هتقل وكمان الالكتريكال ديفرنت بوتنشال هتقل. ودي وظيفه الريستنت، ان هي تظبط لي تعمل لي كنترول الالكتريكال كارنت انتنستي وكمان الالكتريكال ديفرنت بوتنشال. ماشي يا اولاد؟ يبقى اهو لما انا بعمل بورنينج لافكتد ريوستاتا، انا الاميبا مش هيديني قرايه خالص، هتبقى القرايه طبعا زيرو، وكمان ال ايه تاني؟ الفولتاميتر هو اللي هتديني قرايه. طيب رقم 2 بيقول لي increase the potential difference between two terminal conductor to double at constant temperature. consider electric current intensity. لو ال V زادت للدبل ال current intensity هتزيد للدبل، ودي relation اهو ما بين ال electrical difference potential وما بين ال current intensity، دي direct proportion. اما الريليشن اللي ما بين ال R وما بين ال I اللي هي ال current intensity وكمان ال intensity، دي inversely proportion. خلاص يا شباب نخش تمام. على البروبلم. انا النهارده معايا 3 مثلثات، مثلثين من المره اللي فاتت اهم، وادي المثلث الجديد. المثلث الاولاني كان بيقول لي ان الاي بتساوي كيو اوفر تي، المثلث اللي بعديه اخدت ان الفي بتساوي الورك اوفر كيو، اخدت النهارده ان الار بتساوي الفي اوفر اي. خلينا نبدا باصعب حاجه ممكن يجيبها لي. مين يقول لي ايه اصعب حاجه ممكن يجيبها لي؟ ان هو يطلب الريستاتا، يطلب الار، يقول لي انا عايز الريستانس تمام، ومديني الورك ومديني الكيو ومديني التايم وعايز الريستانس. واخدين بالكم اللي انا بقوله ولا ايه؟ عايز الريستانس ومديني الورك ومديني الكوانتيتي اوف تشارج ومديني التايم. اول حاجه باجي اشتغل يا ولاد عشان ما اتلخبطش ما بين المثلثات، انا بص هو عايز ايه؟ عايز الريستانس. طب جميل، اروح على طول على المثلث بتاع الريستانس، لقيت ان انا محتاجه في المثلث بتاع الريستانس محتاجه الكتريكال ديفرنت بوتنشال وانتنستي. طيب مديني الكلام ده؟ لا، فانا لازم اجيبهم. هروح على مثلث تاني لقيت ان مديني الورك ومديني كمان الكوانتيتي اوف تشارج، فانا كده هقدر اجيب الفي.
خلاص. طب يا تشر وانت كمان معاكي الكوانتيتي اوف تشارج ومعاكي التايم، هتقدري تجيبي الاي بقى، معاكي انتنستي ومعاكي الكتريكال ديفرنت نعملهم بوتنشال. ديفايد وتطلع الريزيستنس. بالظبط، دي اصعب فكره ممكن تجيلك في في المسائل، مفيش اصعب من كده رغم انها سهله. هو بس الطلبه وهي بتتلخبط، بس ده مش هي مديني هي حاجه، بالنسبة لي سهلة. مش مديني حاجه اجيب منها الريستنس. بس لا، احنا بنجمع الثلاث مثلثات مع بعض، والمره اللي فاتت عرفتكم ازاي بجمع المثلثين مع بعض، النهارده بجمع الثلاث مثلثات مع بعض واشتغل بيها عادي جدا. عشان كده بقول تاني وتالت ورابع، اللي هيحل البروبلمز بستب وخطوات ومنظم هيلاقي كل المعلومات بتاعته وهيقدر يحل البروبلمز. عشان لما اطلع انا الانفورميشن بتاعتي على جنب كده، انا ببقى عارفه انا معايا ايه ومش معايا ايه، فبالتالي هبص على المثلثات واعرف انا هستخدم انهي مثلث الاول، ايه اللي معايا كامل استخدمه وايه اللي لسه استنى عليه شويه لغايه ما اكمل بقيه الانفورميشن بتاعته. يلا نبدا. يعني أمس مش هيجي أصعب من كده. لا، دي اصعب بروبلمز ممكن تقابلك. ممكن يسألني بس لو حضرت كتابة في الامتحان problems. لا مش فاكره، مش فاكره عشان ما مش فاكره. بس بروبلمز على خفيف، وحتى لو جبت بروبلمز لغايه الفولتاميتر، مش لغايه مش لغايه النهارده، لا لغايه الاسبوع اللي فات للريفيجن اللي انا عملتها امبارح. تمام، طيب يلا نبدا نحل مع بعض. اظن ان الوحده دي لذيذه، اظن. جدا 20 صفحة في أول درس وش الله. يا ولاد انا اديتهولكم مره واحده. بصوا، انت لو معاكم الثلاث مثلثات دول وحفظتوهم وعرفت ازاي تشغلوا دماغكم انكم تجيبوا الديفينيشن منهم، يبقى انتوا خلاص الدرس ده كله ال 20 صفحه في جيبكم. شفتوني انا كويس بجيب الدرس ده في الديفينيشن جيبه ازاي؟ ايه؟ انا مش حافظه ديفينيشن، بجيبه من القانون قدامي، بعبر القانون اللي قدامي بيقول لي ايه. زي مثلا هنا كارنت انتنستي ده يعني كيو اوفر تي، طيب كيو دي هي ايه؟ هي الكوانتيتي اوف تشارج. طب الكوانتيتي اوف تشارج بتمشي فين؟ قال لي بتمشي في كروس سيكشن من الواير. طيب بخلال قد ايه؟ قال لي في خلال 1 سكند. انا كتيتشر اسراء ما بعرفش احفظ ديفينيشن، اللي مش عارف يحفظ ديفينيشن يجيب الديفينيشن من القانون اللي قدامه يعبر عن اللي هو شايفه. تمام، هتلاقوا معاكم الليسون كله في جيبكم، ال 20 ورقه. يا مثلا لما كنت اشوف انا كنت عامل القانون في البروبلمز ايه، لقيتني كنت عامل كيو اوفر دبليو اوفر